عن قابوس المتكامل لعلاج وبحوث السرطان، تفاصيل وعطاءات مختلفة في مجال علاج وبحوث السرطان بشكل عام في السلطنة وعلى المستوى العالمي. اعتماد حصل عليه المركز من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية GCI بعد نجاحه في تطبيق كافة الشروط والمتطلبات للحصول على هذا الاعتماد خلال أقل من عامين في تدشينه. تفاصيل مختلفة يقدمها ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا عبر هذا الاتصال الهاتفي الدكتور خالد بن سالم البيماني، رئيس قسم الجودة والاعتماد بالمركز. مساك الله بالخير دكتور خالد، نرحب بك في برنامج من عمان ونبارك لكم هذا الاعتماد ولعمان بشكل عام. مساكم الله بالخير وشكرا جزيلا على هذه الفرصة للتحدث عن هذا الموضوع المهم، ونبارك لكل العاملين في المركز، كذلك نبارك للقطاع الصحي في عمان. يعني كما ذكرت في حديثي، GCI واعتماد بعد أن استوفيتم الشروط اللازمة لهذا الاعتماد، نود أن نتحدث، نقرب المشاهد من ما الذي يميز هذا الاعتماد بالتحديد دكتور؟ نعم طبعا، اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية هي عبارة عن مؤسسة يعني منطلقة وموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسة عريقة جدا، هي من المؤسسات المعروفة بالتقييم الدقيق والصارم للمؤسسات الصحية. طبعا هي من المؤسسات التي تقوم باعتماد المؤسسات الصحية في أماكن كثيرة في العالم، وبالتالي المؤسسات الصحية في كل العالم تسعى للحصول على هذا النوع من الاعتماد لفوائده المختلفة، لأنه يعزز سمعة أي مركز أو أي مؤسسة صحية، ويحسن من الكفاءة التشغيلية لأي مؤسسة صحية. كذلك الحصول على هذا النوع من الاعتماد من مؤسسة مرموقة مثل اللجنة الدولية المشتركة يساعد على جذب المرضى للمراكز التي تتمتع بهذا النوع من الاعتماد، وكذلك يحصل المركز على اعتراف على نطاق واسع كونه أنه معتمد من اللجنة الدولية المشتركة، طبعا بسبب السمعة المرموقة لهذه اللجنة الدولية المشتركة. نعم، يعني دكتور، ما هي المعايير التي يتم تقييمها في هذه الاعتمادات بشكل عام وهذا الاعتماد بشكل خاص؟ على ماذا يركز بالتحديد من محاور؟ نعم طبعا، اللجنة الدولية المشتركة عندها أكثر من 250 معيار رئيس، وداخل هذا الـ 250 معيار رئيس في أكثر من 1000 معيار فرعي. هذه يعني هي المعايير الفرعية يتم عليها المرور بمعيار معيار، تتضمن كمية كبيرة من المعايير، ممكن نلخص بعضها أو نذكر بعضها، مثل يعني قياس جودة الرعاية، استمراريتها، سلامة المرضى، حقوق المريض والأسرة، تقييم المرضى والرعاية الجراحية والتخدير، إدارة العلاج واستخدام الأدوية، تعليم الأسرة والمريض، تطوير الجودة، مكافحة العودة العدوى وإدارة المرافق وسلامتها، مؤهلات الموظفين وتعليمهم، وكثير كثير من المعايير التي يشملها هذا الاعتماد. نعم، يعني دكتور، في ضوء أيضا حصولكم على هذا الاعتماد، ما هو القادم؟ كيف تسير توجهاتكم أيضا وتبنى على هذا الاعتماد؟ طبعا هذا الاعتماد هو لبنة أساسية في تاريخ المركز القصيرة، مثل ما ذكرت في التقرير أن عمر التشغيلي للمركز هو أقل من عامين، وبالتالي هذه كانت خطوة مهمة في تاريخ المركز، إن شاء الله يبنى عليها، إن شاء الله المركز يعني مقبل على تعاونات مع مؤسسات بحثية عالمية وإقليمية، تعاونات مع مؤسسات أكاديمية عالمية إقليمية ومحلية، وإن شاء الله العمل على تحسين الجودة هو عمل مستمر، وإن شاء الله يعني يكون الجودة تكون في أحسن وأحسن من كذا، وإن شاء الله كل ما هو مفيد للمرضى يعني راح يكون متوفر في المركز بإذن الله. ويمكن في نقطة مهمة، إنه هذا النوع من الاعتماد عادة يكون يحتاج إعادة التجديد في كل كم سنة، وبالتالي الحفاظ على المستوى والجودة هذا شيء مهم،
حتى من باب الحفاظ على هذا النوع من الاعتماد، وبالتالي الجودة راح تظل جزء رئيسي في المركز، وإن شاء الله تتحسن وتصير أفضل وأفضل إن شاء الله. بإذن الله. تحية لجهودكم دكتور، تحية لكل من يقدم عطاء من خلال أيضا مسارات العطاء الوطني. نبارك لكم الحصول على هذا الاعتماد وإلى إنجازات قادمة بإذن الله. الدكتور خالد بن سالم البيماني، رئيس قسم الجودة والاعتماد بمركز سلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث السرطان، كان مشاهدينا هو ضيفنا الأخير في أمسية الليلة من برنامجكم من عمان. وصلنا بكم إلى ختام حلقة الليلة، تحية لكم على المتابعة، تحية لكل من يخصص جزء من مسائه ليكون حاضرا معنا عبر المشاهدة من خلال القناة العامة. نلقاكم بإذن الله غدا في أمسية الخميس السعيد. تقبلوا منا أجمل التحايا، هذه تحية المخرج إبراهيم الشريقي، إلى اللقاء.